سومو الحوت المنيني وصل سومو ولد بحر بن سور 138 دينار الكيلو. هذا مواطن اعترضني على التيك توك ما نعرفوش شكون، اما حكي بكل حب بصراحة ابدع، باش نخليه يحكي له ماكسيموم. اسمعوا معايا، اسمعوا الغريبة متاع اليوم. كعبة مناني كيلو ب 138 دينار، كيلو مناني ب 138 دينار. برأس سومك ذي اللي حاط السومة ذي، نحب نسأله بجاه ربي سويله برا، خذني على قد مخ يا اخي. انت حبلت بها الحوت ذي؟ حبلت بها معناتها هزيتها 9 شهور في كرشك قارية الحوتة هذية، بتكلم 5 لغات، هي قارية ماخذ الباك، معناتها 138 دينار. قال لك الحوتة توصل 1,600,000. يا ودي لو رزق هذا ربي عطاه لك البحر، وش انت زرعتها؟ انت خرجت تصنع بعطاك رزق، باش تنزي تسترزق تاكل، واللي باش يشريها ياكل، عليها البغض. معناتها 138 دينار كيلو حوت؟ شفتش عليها بحرنا نشح؟ شفتش علاش عرضنا شاهد؟ شفتوش علاش معناتها حد شيء؟ لا دقله لا طالعه دقله لا طالعه زيت لا طالع، على خاطر نستغرضوا في بعضنا، ربي يعطينا الرزق واحنا نشدوها على بعضنا. اش معناتها في العيد عيد على خاطر هو عيد، على خاطر هو عيد باش يعيد واحد يشتي هكا تراي فحوت، تعمل انت تعمل هكا تعطيها له ب 138 الكيلو؟ دي للحق فيك ولا اللي باش يشريه؟ يا حق اني بيت قلت لك هكاكه تعملها، فهمتني؟ ضميدة واحد حلال واحد ما يشريهاش. احنا التوانس احنا هما اللي هما كثرنا على بعضنا. علاش؟ على خاطر انت تغلي وتلقى شكون يشري. واحد كيفك انت جيعان كيفك انت يمشي يشريها، على خاطر اللي يشريها ما يكون كان جيعان. اللي عنده الفلوس ويرضى انه يبذرها في يعطيها العبد يحب يسرقه، هذا انسان جيعان. اش معناتها 138 دينار كيلو حوت يا رسول الله؟ اش تحب تقصد معناتها؟ اش تقصد؟ حط يدك على الدقله تلقى ب 12 دينار، حط يدك على الزيت تلقى ب 15,000. يا اخي شنو تي ربي هو اللي اعطانا، ينخزروا لبعضنا ونرحموا بعضنا. ما يسالش قد ما انت تخزر الغيره قد ما ربي يعطيك. واضح هو سارح في البحر تخزر. المبدا اللي حكى به السيد قال يعني ما زرعتهاش وتعبت وعملت السماد ولا البروتين، يعني معناتها هذه انت مشيت ورزقت رميت الشباك. علاش الحوت تصومها من 30 دينار يطلع 138؟ معناتها المونك وكذا ما يسالش، ما حتى كي الحوت شويه وانت تحب تغلي فيه غلي 10,000 بحب 40 بالك شقف بالك بطل يخرج اي لامبورجيني. التفسير الوحيد الفلفل تاعو مليار باش يخلص روحه. والله تاعو الفلفل فهمنا موش وقته. بيوت مو كيف دوايات يجيبوا فيها من برا، الزريعه نتاع الفلفل تجي من برا. داكور تو هذا بحوت في البحر يا ربي. رميت حاجه في وسط البحر زرعت كما قال عملت زقيت. والله العظيم سبحان الله الجشع نتاع العبيد بالحق وصل لدرجه ما هيش نفهموا العرض والطلب. معناتها كي حاجه تنقصهم هي يغلى، اما يغلى مش ولي فوكات يغلى. معناتها الحوت ايش و30 40 ايش و40 50 لوجيك، لانه حوته من ايش و30 تطلع 15,000 ل 50 تتسمى غليت، مش من ايش و30 ل 138. واللي تخلي الناس تتغول انه فما اقبال، فما ناس تشري مادام هذيك المصيبه في المقابل. والله نخليها له هكا تنتان. والله الفلفل سوفيا ما فما والله الفلفل المقاطع اللي اما فما ناس لاباس بها تبينوا شويه ربي يزيد. اما 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 بالحق البغض معناتها كل شيء الزياده. علاش الفلفل مثلا كي يزيد اوكي 3,000 يزيد، اما مش يطلع ل 11,000 الفلفل. معناتها هذه القهره نتاع الاستغلال التونسي، معناتها يلقى حاجه ناقصه تاع جوع جوع صحيح شر يضرب يتغرض فيك مثلا يلقى فيك ربح دينار زايد يستغل كذا هو. دونك يلا ايمان الفيديو. الفيديو كيف يكون عارفك فاشل كيفاش تسلكها معاه شنو تنجم تقول له؟ دونك نسمعوا الفيديو. ما في باليش لي بلال تعيط له عارفك قرر ملك الذهاب في رحلة صيد واصطحب معه وزراءه والحاشية والخدم. أمرهم جميعا بمشاركته الصيد، لكن أحدا منهم لم يجرؤ على إصابة طير واحد خوفا من التقدم على صاحب الجلالة، وصاحب الجلالة كان فاشلا جدا في الصيد، لكنه وفق بعصفور حط على غصن شجرة بقربه. امتشق قوسه، رمى سهمه وأخطأ العصفور فاشل. لكن القصة لم تنتهي بل بدأت،
لقد خشي مرافقوه من أن يحقد عليهم بعد انكشاف فشله أمام أعينهم. في هذه اللحظة المفصلية من أعمارهم وقف أدهى الوزراء بين يدي الملك وقال: لقد أصبت يا مولاي. أصبت؟ كيف أصيب ولم أصب؟ أتسخر مني يا غلام؟ معاذ الله يا مولاي، والله لقد أصبت وأحسنت عندما عفوت عن العصفور وتركته يطير إلى أهله. ضحك الملك ضحكة أثلجت صدور جوقة المبخرين وعين وزيره المطبل رئيسا للوزراء. فاقترب من دولته طباخ الملك مهنئا وهمس في أذنه: لقد أتعبت المنافقين من بعدك. كهم خلينا حد حد بعد حد كي وليد كي جوليد رابر يا سيد لسيد انتم تضحكوا ما لليوم كيك تصير قاعدين تعيشوا فيه لليوم للأسف تصير ومش لازم نحكيه على تفاصيل هذيك الطبيعة البشرية العربية خاصة. يلا سفيان وحدك راك تفيق من النوم وحدك تلقى روحك من سبحان الله سبحان الله شبيك شقلت شو تيقت في روح واحد حبت عليه تبت لك بالنوبة شقول انتي النوع هذا شبيه النوع هذا النوع هذا بالتصرفات لا تربيت عليه كيك الحوت المناني لا زرعت لا لا زرعت يخرج وحده كيك الحشائش اللي الطفيلية شكون انا سيدة انا نمشي نوقع في نفس مستوى فهمتي شبيك وش وليد وش وليد الروح انتي عوانيك فهمني نبقى في نفس المستوى يعني فما معناها أسلوب ساعات وانت سيناريست وتكتب ساعات تحس فما سيناريست يبدأ عنده القلم فما جمل تكتب تحس فيها التريزة وتحس فيها البعد حتى لو كانت تكون ناس معتوبة تفهمونا. امتى تؤتمن العائل على الموال؟ تعرف ايه عن إدارة سلوكيات المربي والعائل؟ سمعت عن الريفيرس سيكولوجي عند الأطفال؟ أنا منتظر ردك. ما أعرفش حاجة من دي بس ممكن أقول لك أنا أعرف إيه. أنا أعرف أحط نفسي مكان العيال دي، أعرف إن أنا لو مكانهم أعرف أفكر إزاي زي ما هم هيفكروا وهم محتاجين إيه. أعرف إن الإنسان عشان يعرف يحل أزمة لازم يكون جوه تفاصيلها، لأن اللي بيحصل في الحقيقة حاجة يا دكتور، واللي بتقوله النظريات العلمية ساعات كتير قوي بيكون حاجة تانية خالص. يعني بالبلدي كده يا دكتور، بالبلدي بالبلد يا لما مؤاخذه اللي واقف وسط سطوح بيتفرج على الناس مش زي اللي عايش وسطيهم. الحقيقه يا استاذ عامر اللي انت قلته فيه ميزه مش موجوده عند كتير من الاكاديميين واهل العلم، انك تفكر نفس تفكير الطفل وتحط نفسك مكانه. بس للاسف انت ينقصك العلم. حلو انك تحاول تحل، بس الاحلى انك تعرف ازاي تحل. لحظة بالله ما فهمتوش انا الفيديو اللي بيجي يحكي وتحل بكسيكولوجي الاطفال. ريتكم نقول لكم الحصة بتاعنا ماشي وتنحدر نرتقي شوية في المستوى واحنا نباركوها. ارتقيت برشا ارتقيت في ساعة فهمنيش احنا المشكلة تدخلوا بعضكم. فسرنا والله ما انا شوف انا بعثوا لكم لما اسمعوا ما نعرفش سفيان درينا ما كناش نترجم شويه دي اللي سمعته هو يعني يحكي على التربيه يقول لك ما بين اللي تسمعوا من عند الاكاديميين واللي يقول يحكي على الكوتشينج بارونتال واللي من الناس اللي تنظر من بعيد فرق كبير بينه وبين الواقع. ما تنجم تلقى الاكسبيريونس المناسبه مع صغيرك الا ما التجربة معناها هو جماعة الصح فما ناس جماعة الصح وما فما ناس تنظر من بعيد قاعدة ترى من بعيد تنظر وتعطي هكا لزاز ما تنجمش تتعايش لعبتي ما عادش نجم. وأهم جملة أنا ما خلونيش نكمل هو مش يلخص في الجملة الأخرانية للبسطاء بلاي خلي عاد الجملة الأخرانية بلاي خلي نكمل ما يصيرش علي ما سمعت ليش من الاول الجمله الاخرى كان هي ما يلزم المهدي لكم تينا هاكم فهمتونيش خلي ينقص قصاص. على كل حال هذه محاولات 2023 لا نسمع الجمله الاخرى كيف باش نفهم. تفضل. حلو انك تحاول تحل، بس الاحلى انك تعرف ازاي تحل. ده اللي بيسموه النو هاو. طب ما انا جاي لك عشان كده يا دكتور. شوف يا استاذ عامر، انت عندك حلم ينقصه علم، وانا عندي علم محتاج لحلمك.
احنا ان شاء الله هنلتقي كثيرا. شكرا دكتور. العفو عليك. يعني اللي خسرته كل حكي تولي تحكي فيه انت عندك حلم من اصغر حلم كان ما حتى عرسه حلم قالوا انت عندك حلم ينقصوا علم وانا عندي علم حسيت روحي قعدت شهر بحدا سفيان حديت له ديزونت يا الهي هو بيومي فؤاد بيومي بيومي فؤاد حاجه سيريوز بعدين لحظه سمعت يقولوا انت عندك حلم ينقصوا علم وانا عندي حلم علم ونقصني حلم ايش باش يصير بيناتهم بعد يقعد تزوج يقعد تلاقى الأفكار الحلم والعلم باش يولي باش الواقع باش نسألك سؤال يولي العلم ما عادش ينظر من فوق وما نفهموش على سطح الأرض ما نقولوش واقع والواقع ما يعيشش وحده دون حضور العلم زي زي إن شاء الله يا رب يكون فسرت وإن شاء الله يكون فهموني الرسالة وصلت في حدود الله في حد مجهوداتي هو تفكر بيك أنت بتحكي على السياسيين تكون رب قاعدين يحكيهم البرج العاجي متاحهم رب ما يعرفوش التوانسة كيفاش يعيشوا براتيك مو على التربية هو حبينا في جملة الأخرى اللي قالها قال لحلم لعلم يلا ربي تكل عليك سوفيا أنا وليك العادة ما صعبهش ديما حاجة فرفوشة لحيدة على المبدأ شوية تنمية بشرية اللي راح حكيت لكم كيفاش كدبر مشروع الحاجات كتوليت خين تفلس اليوم كيفاش تحافظ على علاقاتك مع الأشخاص نسمع أحمد مصطفى لما اتنين بيتقابلوا كده في لعبة بتتلعب من تحت الترابيزة كده هي ايه ان اللي بيقول انت ما بتسألش الاول هو ده اللي كسب هي قوانين اللعبة كده معلش الاتحاد الدولي اللي انت ما بتسألش هو منزل قوانين اللعبة كده فانت الخسران هو اللي قال الاول يبقى انت اللي خسران لازم بقى تقعد تعتذر وتقول له معلش حمادة وبتاع رغم ان انتوا بقالكم 3 سنين انتوا الاثنين ما حدش سأل على التاني بس هو اللي قال انت ما بتسألش الاول هي اللعبة كده معلش احنا اسفين فانت بقى عشان ما حدش يغلبك بعد كده تفضل طول النهار ماشي السلام عليكم انت ما بتسألش مساء الخير انت تسألش الو انت ما بتسألش كده عشان ما حدش يغلبك خالص خليك محترف كده ولا صحيح ولا وقعت لي النارين زاد بالضبط ما نقوم نقولوا احنا سالت على بلال وما سالتش على ايمن وبالصدفه معناها خلال اخر اسمع وصلت الحكايه صار انت تسال على فلان ما انا ما تسالش عليا وكذا هذاك تلقى يحب يغمك في حاجه لا صحيح بالضبط بلال ارتقي من فضلك ارتقي والله انا كل يرقي ما نعرفش نحكيو في الموضوع شو حلو بالنقاش من بسيط برشا هذا كله ببساطة بعد العمق بتاع كتي مش هو شوف لو نقسم السلف بتبدا علاقاتك مع الناس كل مريض فهمتني تبدا واضحة وما يزرع لك حد زاد فهمتني ليش بك ما سألتش وليش بك ما يسر ديب وما توريش الخير وش ما يجيوش يتسلسل صح غلمة غلمة على روحك ديما مثلا ماش ما عنديش جوة كنا صوفين في مخك على قد ما تجوح على قد تليفونك ما يزونيش يلا بيلان اوكي انا مش نحكي لاني على اللغات الحية واللغات الحية هي اساس ال تويك اساس المجتمع واساس الامه الحيه صحيح دونك اللونجلي الفرنسي الايطاليان ديما كل ما صغيرك ولا ولدك ولا حتى تعلموا لغه ديما هذه حاجه تفيده حتى كمستوى تفيده من بعد تفيده في حياته كي يكبر انا مش نحكي لهنا على بنيه بحق معناها في الفرنسي هي بنيه مصريه بالرغم من مصاروا ما يتكلموش برشا فرنسي براتيك مو اللغه الثانيه اللونجلي صحيح البنيه هذه عبارة مواطنة فرنسية في مصر نسمعها مع بعض طبعا الفرنسوي ده احلى مادة اصلا انا بحب الفرنسوي جدا 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 عن باقي المواد حتى عن الانجليزي الفرنسوي جميل جدا 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 صراحة ايه؟ لان مصر جميلة بالفرنش مصر جميلة بالفرنش خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يا حكي؟ خلاص مصر جميلة بالفرنش كم واحد يخلق اللغة الألمانية؟ خلوها لي قداش مرة خاصة بديت نخدم في التوريد أسهل لغة الألمان صعيبة قريت عام لا هما يقولوا له كي تستانس بها ولا يصير ما أسهلش منها يقول لك أنا أنجلي وأنا الألمان ما أسهلش منها فهمتي كذا ومن ويبدي نظرك يجي ربع ساعة يقول ترى جلجلنا شوية بالألمان شلي بيدي هاي قلت لنا قلت لكم بايز فاي سهل لنا ما لقيتش الوقت ما سهل تحسب العشر يلا بعد شوية باش نختاروا الأغاني ونبداو في فقراتنا هذه ديما لاباس على ديوان فهمها